اسمي مازن العمري، انا مهندس اول عمليات في مشروع GlassPoint. واحده من المهام الرئيسيه اللي اقوم فيها في المشروع هي عمل الحسابات وعمل التصاميم الهندسيه لاخذ المشروع من مرحله التصميم الى مرحله الانتاج. يعد مشروع مرآة هو اكثر المشاريع ابداعيه في الطاقه النظيفه. مشروع مرآة وإنتاج الغاز عن طريق الطاقة الشمسية راح يساعد شركات العاملة في قطاع النفط والغاز في توفير هذه الكميات من الغاز وتوجيه هذه الوفرات من الغاز إلى قطاعات أكثر أهمية. أنا أتوقع لتقنية GlassPoint في إنتاج البخار عن طريق الطاقة الشمسية انتشار واسع في قطاع النفط والغاز، وذلك مساهمته في تخفيض التكلفة على المنتجين. يسعدني أكون جزء من المستقبل والمساهمة في توفير طاقة نظيفة للعالم ولقطاع النفط بوجه خاص.